المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تحصل على وظيفة جديدة، وهي رئيسة لجنة جولبيكيان، جائزة جولبيكيان الإنسانية المعنية بالتغييرات المناخية، التي تأسست أو أسستها مؤسسة البرتغال عام 2020، وبقيمة الجائزة بقيمة 1,000,000 يورو. كريم، هذه أول وظيفة لها من أول ما تركت منصبها الحكومة. يعني هي 16 عام في حكم ألمانيا، في شغل كتير وراء بعض، فقررت أن تأخذ فترة وقسط من الراحة. كانت لما تركت وظيفتها كمستشارة ألمانية أو على رأس المستشارية في ألمانيا، قد تحدثت أنها تريد وقت أو قسط من الراحة، تريد أن تتجه للقراءة والاستجمام، ولكنها عادت من جديد بعد فترة من الراحة لتكون رئيسة للمؤسسة اللي بتخلف فيها الرئيس البرتغالي السابق، وتترأس هذه الجائزة. لا نعلم بطبيعة الحال حجم الراتب الذي قد تتقاضى أنجيلا ميركل، ولكن هذه الجائزة أو المؤسسة نفسها أسست في عام 1976، وبدأت إعطاء أول جائزة بمليون يورو. وفي الإطار أو في هذا الإطار وهذا الشكل الذي نشاهده الآن، لها علاقة بمكافحة التغير المناخي والتصحر، وبالتالي هذا من الأمور المعنية بها بطبيعة الحال أنجيلا ميركل والمؤسسة، مؤسسة جولبيكيان. هي الجائزة، جائزة جولبيكيان، بتنقسم لعدة جوائز على مدار السنين منذ تأسيس عام 1976، ولكن الجائزة اللي هي أصلا أسستها مؤسسة البرتغال عام 2020 هي فقط معنية بالأمور الإنسانية، وخاصة تحديدا لتكريم الناشطين بمكافحة التغييرات المناخية. بالضبط، هذا الأمر الذي تكافحه أو يكافحه العالم بسبب التغيرات المناخية. شفنا كان في جبال الألب انهار جزء من الجليد، كان في انهيار جليدي في جبال الألب بالأمس، وهذا الأمر بطبيعة الحال بسبب التغير المناخي، فأصبحت القضية قضية كبيرة للغاية في مواجهة أو يجب مواجهتها في الفترة الحالية. أيضا لو نتحدث عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وموقفها مما يحدث في الوقت الحالي، نعم نحكي بالموضوع، بنحكي في القصة، فهي لم تؤيد بطبيعة الحال الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إنه ما فعلته روسيا هو أمر غير مقبول، ولكنه في الوقت نفسه هي بتقف ضد القطع الكامل للعلاقات مع روسيا، وبتقول أن روسيا هي جارة لأوروبا ويجب أن يتم التكافؤ والتكاتف فيما بينهما. هي كريم عام 2008 أنجيلا ميركل كانت ضد أنه تنضم أوكرانيا لناتو، لحسب صحيح، وكانت ترى أنه أوكرانيا دولة غير مؤهلة ولديها الكثير من الفساد وغيره. أيوه. فبالتالي كان هذا جانب رفض أو سبب رفض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو من قبل المستشارة الألمانية.